أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، رحب فيكم طبعا في برنامج موجب وسالب في خلال العشرين دقيقة اللي راح نتداول فيها طبعا عدة قضايا وعدة محاور تختص في عالم النجومية وطبعا المشاهير. باسمكم وباسمي وباسم كافة طاقم البرنامج اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ حسين عبد الرحمن المستشار للاستفادة إن شاء الله بما هو الجديد في حياتك. في ظل التنافسية الموجودة حاليا في جميع القنوات الفضائية والتلفزيونات بمختلف أنواعها وكمان الإذاعة والاحترافية في العمل، أصبح لابد من مستشار لكل نجم، لأن النجم أصبح ظاهرة غير طبيعية وشخصية عامة. في ظل التنافس والاحترافية لابد من مستشار قانوني أو مستشار عملي معاه في كل شغله. طيب الأستاذ، هناك بعض المشاكل أو القضايا اللي تواجه في حياتك المهنية تعتقد من وجهة نظرك الشخصية بأن لابد الحاجة من وجود مستشار قانوني يرشد المذيع أو الإعلامي في بداية حياته حول، لنتحدث عن العقود، طريقة اختيارك للبرامج، ما شابه ذلك؟ هو مستشار، أنا بس ما بخفف المصاري شوي، هو نصيحته ما حتكون سادة يعني. أنا بقول برأيي لأنه يكون صديق أو صديقة أحسن من هذا، مثلا مستشار قانوني. ممكن مستشار قانوني إذا صار مثلا في معي مشكلة، بس يا ناصر، ألا تتعرضي إلى القذف، إلى الشتائم أثناء البرنامج؟ ألا تتعرضي إلى الانتقادات من قبل الصحف يعني وبعض الصحفيين؟ لعل هذا السؤال أيضا موجه إلى الفنانة رويدة، بما أنك فنانة وقد يكون أيضا ليزا، يعني معظم القضايا التي تواجه الفنانين والمشاهير هي عملية خلنا نقول التدخل في الشؤون الشخصية وعلى الملأ. يعني أعتقد بأن أنت سبق وأن تواجهت مع قضية شبيهة بمثل هذه القضايا. وجهة نظرك بوجود مستشار قانوني ومدير أعمال في هذا الشأن؟ كفنانين أنا أتوقع ضروري أن يكون عندي مستشار قانوني أو مدير أعمالي، لأنه يرتب لي جدولي، يحجز لي حجوزات السفر مثلا، يعطيني النصائح المهمة اللي أنا أحتاجها، أيضا يعمل لي كونتراكت مع شركات كثيرة بحفلات كثيرة. الفنان يكون مشغول باختيار كلمته، الكلمة، اللحن، تسجيل الأغنية، انتقاء الأغنية الصحيحة، فأنا أكون مشغولة بهذه الأمور، لذلك أنا أحتاج مساعد لي يكمل لي هذه الأمور. أنا صعب أن أروح أحجز وأيضا أن أتعامل معهم بأمور مالية، بأمور كثيرة، يعمل لي جدول معين لحياتي بالنسبة للسفرات. لذلك أنا أحتاج هذه الأمور القانونية، لأنه أيضا هناك الفنان يعني يتوجه له مشاكل كثيرة من قبل الفنانين ومن قبل صحافة، لذلك أنا أحيانا لازم أرد عليهم ويكون ردي قوي ويكون لي مكانتي، فأكيد لازم أتجه بالقانون. طيب بس هي ناصر على الفكرة القصة دارجة للفنانين بس، يعني للفنانين بس، المذيعات ما تعودنا. بس يعني أنا يكون عندي من حوار، يعني من خلال الكلام اللي ذكرته شيماء، عفوا رويدة، أستاذ حسين، بأن أصبح مدير الأعمال أو المستشار القانوني أصبح كشخص يسمونه، يعني يقال في إنجلترا يسمونه الباتلة، اللي هو المسؤول عن يعني عمل الحجوزات، أخذ المواعيد. هل هذا بالفعل هو دور المستشار أو رجل الأعمال في هذا الشأن؟ طبعا هو في ترتيب المواعيد، ترتيب الجداول، الاتفاقات مع الحفلات على القنوات. أما المستشار القانوني في اختصاصه بس اختصاص عقدي، التزام ببنود عقود أو للمذيع أو طبعا أي مهنة تكون يعني خلينا نقول جماهيرية، هل يحق لها بأن تقاضي صحفيا ما في حالة طبعا وجه انتقاد أو انتقاد خلينا نقول جارح، سواء كان بالشتم سواء كان بالتدخل في الأمور الشخصية؟ الله يسلمك، في فصل ما بين الحرية الشخصية وبين حرية الموظف في عمله. من يميز هذا الفصل؟ قانون العمل، قانون العمل وقانون الإعلام. نعم. يميز بين الحرية وبين حقه كموظف في إدارة عمله في المناقشة. عقود الفنانين هل هي تتبع إلى إدارة العمل؟ لا، لا تتبع لإدارة العمل، وإنما إلى مؤسسة مستقلة بذاتها، الإعلامية. طيب عادة بس مداخلة صغيرة أخ ناصر، أنه مدير أعمالي أيضا هو دارس قانون، لذلك أموري القانونية يعني أنت ذكرت نقطة وايد حلوة أحييك عليها، أنا كنت ملاحظ أنه أنا عندي قضايا بالمحكمة وغيرها، فهو قاعد يقوم بهذا الواجب، مو بس مدير أعمالي، هو أيضا دارس قانون، فأنا أحتاج مدير أعمالي يكون أيضا يعني متتبع ومتواصل مع القانون لأنه يفيدني. طيب ليزا،
يعني لو تحدثنا بشكل خلينا نقول مبسط، يعني الكل معرض لانتقادات، والكل معرض الى الخوض في مشاكل كثيره، سواء كان من طبعا قبل الصحفيين، سواء كان من النقاد. ما هي يعني اسوأ الانتقادات او طبعا يعني اسوأ المشاكل اللي واجهتك في حياتك المهنيه، ومن ثم قد ياتيك التفكير باللجوء الى مستشار قانوني في في اسوأ مو الانتقادات، اسوأ المشاكل او اسوأ مشكله بحياتي هي اني انا مذيعه. هي اسوأ مشكله بحياتي طبعا للاسف، لانه الشغله بحبها اكيد، بس مثل ما عم بتقول الواحد دائما بشوف. باختصار انا لما ايضا الاعلام طبعا صعب انه يساوي بمدير. مدير الكرام طبعا الفنانه رويده رح نعم نسمع معها هذا المقطع الجميل ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله ينال على جوابها في هاي الاغنيه الاخيره تبع اي تعرفي في موضوع سرقه الاغاني والكلمات من فنانه اخرى او حقوق الفكريه للمؤلف او حقوق الفكريه من فنان او مذيع او شاعر كده يعني. نعم عطنا مثلا عطنا على سبيل المثال من طبعا المغنيين او الاغاني التي سرقت يعني علنا، خلينا نقول سواء كانت من مصر اتت الى قطر او من قطر الى قطر او من هذا. لا هو كان في مشكله على اغنيه بالنسبه للفنانه هيفاء وهبي انها صارت اغنيه واوا، وكان في مطربه قبل كده مغموره كان هي غنتها قبل كده، وصارت المشاكل على الصحف والتلفزيون. فدي من ضمن الامثله اللي بعض المشاكل بتبدا، وحريه ابداء الراي مكفول لاي شخص سواء في داخل قطر او خارج قطر، وسواء عن طريق التليفون او عن طريق المرئيات. القانون القطري ينص في، هل في ماده تنص على هذا النحو في مجال الصحافه؟ هو في داخل قطر في موجود، اما خارج قطر سواء عن طريق التليفون او عن طريق اي شخص خارج قطر ممكن تلاحقه قضائيا عن طريق وكيل لها، محامي لها داخل الدوله اللي هو فيها الشخص اللي عبر عن رايه بطريقه غير طبيعيه او بطريقه سيئه اساءت لحقها كمذيعه او اساءت لحريتها الشخصيه او اساءت لذاتها شخصيا. من حقها انها توكل اي محامي في. اذا هناك قانون والقضاء يعني طبعا لا يستهان بهذه الامور. طيب ليزا، هل عرض عليك برنامج يخالف مبادئك وتفكيرك؟ ومن ثم وهل عرض علي برنامج يوافق مبادئي وتفكيري؟ يا ريت تظبط السؤال. طيب سمعت السؤال. هل بالفعل هناك برنامج فرض عليك فرض يعني خارج عن مبادئك تفكيرك ايمانك بقضيه ما، يعني هذا البرنامج هلا نوصل؟ لا في قضايا معي بس انا بس تعقب يعني اذا اذا اذا, إذا كان هناك خير فياكلها المذيع كامل، واذا شر وتم انتقاد فانما ايضا يتحملها المذيع كامل طبعاً. طيب الفنانه رويده يعني بعجاله يعني ودي يعني اعرف ما اهميه يعني الموزع والملحن؟ هل بالفعل كما يقال بان اصبح دور الموزع هو الدور الاساسي والمهم قد يتفوق على الملحن في هذه يعني في الفترة السابقة ناصر الملحن كان دور جدا جدا كبير، الان الموزع صار يلعب نفس دور الملحن ويحاول يبرز اللحن بشكل اجمل، يعطي افكار حلوة من خلال دخول الايقاع بشكل اجمل، من خلال بعض القفشات الحلوة بالاغنية، فلذلك اصبح الان لو كانت الكلمة جميلة والفنان جميل واللحن ايضا رائع، بس الموزع ما هو شاطر ممكن يضيع كل هالجهود هذه، بس اذا كان الموزع شاطر صدقني راح تطلع الاغنيه بشكل جدا طيب. رائع. استاذ حسين طبعا في كلمه اخيره توجهها طبعا لاصحاب طبعا المهن اللي خلينا نقول ملك للجماهير، طبعا لكافه الجماهير، هل ضروره وجود مستشار قانوني ومدير اعمال ملم بالشؤون القانونيه مهم في المجال المهني؟ هو بصراحة يبرز أهمية وبعجالة لو سمحت تبرز أهمية المستشار القانوني في حياة الفنان أو النجم، أنه بيفصل ما بين مشاكله وبين حياته العملية المهنية. يعني هو يعني ضرورة تواجده مشاكله للمحامي أما حياته العملية مع نفسه هو. أشكرك سي حسين. ليزا ما هو سؤال أخير، ما هو الجديد من البرامج التي تقدمينها إن شاء الله في هذا في هذه الدورة؟ وبعجالة مشاهدينا طيب مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية البرنامج موجب وسالب، لكن راح
احط الخاتمه طبعا مع في دقيقه واحده الخاتمه راح تكون طبعا مع الفنانه رويده وفي مقطع غنائي ان شاء الله ينال على اعجابكم. وشكرا طبعا على هذه المتابعه. والختام عندك يا رويده، ايش راح تسمينا؟ عبد المجيد عبد الله. تفضلي. يا بعدهم كلهم يا سراجي بينهم، عطمم الدنيا حبك واترك الباقي لهم، ياخذون اللي يبونا كل هالعالم وكونا، الا قلبك يتركونا ما تمس ايدهم، الا قلبك يتركونا ما تمس ايدهم. يا بعدهم عيش. تسلموا. طبعا ختم ولا شو صار؟